النهارده هنبدا حلقتنا بصينيه رقاق. فاحنا عندنا رقاق ناشف، لحمه مفرومه، بصل، شويه برغل، فلفل رومي، وهعمله بالقشطه كمان، يعني هديها وش حلو جدا بالقشطه كده ان شاء الله يعجبكم. وسمنه وخضار، اللي هو اي خضار لو كيس مجمد عندي مثلا، اللي هو مثلا بسله، جزر، فاصوليا خضراء. ما عندكيش كيس مجمد وعايزه تعملي انت بطاطس وجزر وبسله مثلا، اسلقيهم على النار، ولازم يكون مسلوق، لازم يكون مسلوق. والبرغل انا واخده نص كوبايه، يا دوبك بليتها بربع كوبايه ميه كده، مثلا معلقتين ميه ثلاثه كده بليت بيهم البرغل، تمام. ولازم يكون نوع نظيف عشان ما يبقاش فيه اي حاجه بتقرقش. فدلوقتي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد هنا، هنعصج اللحمه وهوريك ازاي نكترها من غير ما تبان، وتبان بقى الربع كيلو ده نص كيلو، يعني ان شاء الله هنعمل حاجات في رمضان كده، رمضان جاي حاجه غاليه، وطبعا لازم هناكل ان شاء الله على خير ونحتفل ونعمل عزومات ان شاء الله، فهنحاول نعمل كل ده على قد الايد برضو بطريقه ان شاء الله تعجبكم جدا، ان احنا نخلي الحاجه لقد كده قد كده ان شاء الله على خير. فهناخد الاول كده بسم الله الرحمن الرحيم معلقتين زيت، هعصج اللحمه دي. بصوا بقى، بصوا مقادير اللحمه، اللي الربع كيلو لحمه ده حط له بصلايه كبيره مبشوره، فلفل رومي كتير، والبرغل، وطبعا التوابل اللي هي الملح والفلفل وقرفه وجنزبيل او بهارات. نحط السمنه هنا تسيح كمان، معلقه سمنه كده كبيره. هناخد البصله الاول عشان نتوهها، اديها لون كده، لون اللحمه، اديها لون، لون اللحمه. ما انا بقولك احنا عايزين نداري، عايزين نداري الايه، ان هي كانها كلها لحمه. فببدا كل، طبعا كل المكونات اللي حطها دي مواد غذائيه، يعني مغذيه، مش بحط حاجه اي كلام، لا كلها مغذيه، يعني البصل مغذي والفلفل والبرغل، كل دي ايه برضو يعني ما بتضر، طبعا بتنفع جدا مش بتضر، فما يجراش حاجه ان انا اخم اللحمه بالحاجات دي كلها، مفيش اي مشكله ان شاء الله على خير يعني. فانا باخد البصله كده ابدا اديها لون، لون شويه، شيل الحته الكبيره دي، وبعدين بصوا بشرها قوي مبشوره عشان ما تظهرش. السمنه كده سخنها بس، اجيب بقى صينيه كبيره شويه عشان نسهل مع بعض بقى ايه عمليه بل الرقاق. احط فيه الشوربه، يعني الافضل تكون دافيه، ماشي. انا لسه مع البصله، وعندي الخضار المسلوق زي ما اتفقنا اهو، وصينيه قد الايه، قد ورقه الجلاش الرقاق بتاعنا. سهل على نوضب كده، نرسم معانا واحنا شغالين كده، نرسم المكان اللي هنعمل فيه الايه الشغل بتاعنا، بحيث ان انا ما اعملش حركات كتير واتعب على الفاضي، لا يبقى كل حاجه ملمومه حواليا كده. ورقه الجلاش، الرقاق مصمم ان هو جلاش، قابلها كده في الشوربه دافيه، نصحى من السمن. انا مثلا لو هعمل 15 ورقه رقاق بعمل ايه، 5 5 5، ان انا هعمل الخضار وبعدين هعمل اللحمه، وممكن لو انت عايز تعملي اللحم على الخضار كمان تقلبيها ممكن، بس انا ايه، انا هعمل طبقتين، طبقه من الخضار وطبقه من اللحمه. مين معانا؟ ريهام. ايوه يا ريهام، ازيك؟ الحمد لله، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه، اخبارك؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله، قولي ليك اي سؤال يا ريهام؟ عاوز اعرف طريقه انت عملت الكريب الحلو اللي هو بالكاكاو، بس انا ما شفتوش. كريب بكاكاو؟
اللي عملتيه بالكاكاو. طيب حاضر، حاجه ثانيه؟ لا شكرا على سلامتك. شكرا ليكي يا حبيبتي، شكرا، تسلمي. ماشي كده. كده ادي خمس ورقات، كل ده طبعا هتقولي ازاي تاخد 15؟ هتاخد، ان هي بتهبط جامد. يعني حتى كنا الاول ايه نقعد ننشر فيه كده شويه. اهي كده البصله خدت اللون اهي. معانا نوره، اهلا وسهلا. صباح البندوره على الناس الامور. ازيك يا حبيبتي، صباح الفل عليكي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ الحمد لله والله، انت عامله ايه؟ كلكم عاملين ايه؟ الحمد لله والله يا حبيبتي، الحمد لله. قولي لي ليك اي سؤال. كمدام نجلاء، قولي يا حبيبتي اتفضلي. ايه عندك فزوره النهارده؟ لا اسالك على حاجه. طب يلا اتفضلي. عملت بسكوت اللي هو بتقطعيه بالقطعات الاشكال اللي عندك دي. ماشي. فعملته تضربيه في الحيط يرجع لك تاني. عملتيه ناشف؟ ليه كده؟ بيقول ينفع في المظاهرات الواحد يضرب ويجري. يضرب ويجري. لا لا، انا هنزل لك طريقه بسكوت اكيد، بس زودتي السائل بتاعها عشان كده طلعت ناشفه منك. مش عارفه، انا لبست خالص. انت جبتي منين يعني ايه المقادير اللي عملتيها؟ طب قولي لي كده، عارفه مقاديرها؟ فاكراها؟ انا مش فاكراها. طيب ماشي، انا هقول لك على مقادير. طب انت بس اكيد زودتي اللبن او زودتي الميه فيها عشان كده نشفت منك. البسكوت دايما عايز الزبده او السمنه يبقى اكتر شويه. انا عملت ايه؟ البصله، الفلفل، البرغل. برغل مبلول اهو. احط بقى قرفه وجنزبيل. معانا سهام. صباح الخير يا نوجة. يا صباح الفل، ازيك؟ عامله ايه؟ يا قمر الله يخليك، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوره يا حبيبتي ومتالقه. بوجودك، بوجودك، ربنا يخليكي، تسلمي. عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله والله، الحمد لله. انت عامله ايه؟ اموري. بالنسبه للبقسماط ممكن احط له في العجينه بتاع ده بيكنج باودر؟ ينفع طبعا طبعا، مش اي مشكله، حتى بيخليه ناشف شويه مقرمش حلو كده. بصوا كده، حطيت البهارات، ملح وفلفل، قرفه وجنزبيل، واللحمه، وقلب بقى اللحمه لما تستوي. تبقى بصوا الربع كيلو بقى اكتر من نص كيلو. معانا رحمه، اهلا وسهلا. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، ايه اخبارك؟ بحبك جدا. ربنا يخليك يا رب، تسلمي. قولي لي ليك اي سؤال؟ كنت عايزه رقم تليفوني. ايوه، وايه كمان؟ قولي لي. وعايزه بحط الكيكه في الفرن بعد كل المقادير. وتطلع معجنه في الاخر. وطي النار شويه عليها، وطي النار بتاعت الفرن. ماشي، حتى لو عندك 180 دي عاليه، لا وطيها شويه عن 180 كمان. بص الرواق اللي كان هايش بقى قد ايه نزل ازاي. على مجرد ما بعمل اي حاجه هحط عليه بقى الخضار المسلوق. معانا نادي، اهلا وسهلا. صباح الفل على احلى نوجه. يا صباح الفل عليك، ازيك؟ عامله ايه؟ البستان بتاعت سي بي سي سفره. ربنا يخليكي، ده من ذوقك يا حبيبتي، ده من ذوقك، ربنا يخليكي. يا بابا والله بحبك يعني بطريقه يعني ما تتصورهاش. الله يكرمك يا رب، ده من ذوقك، ربنا يخليكي. إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله. انت عامله ايه، اخبارك؟ من افعالك الناس كلها بتحبك يا رب. يا رب دايما يا رب. حاجه مش حرمانه من حاجه، ما شاء الله عليك. الله يكرمك، الله يكرمك، شكرا جدا. حياتك عامله ايه؟ الحمد لله والله، الحمد لله. انا عايزاك بقى تدعي لي لعريسنا بقى، ابني عموره يوم الاربعاء بقى دخلته ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، تفرحي بيه يا رب ان شاء الله. اضغط على الهوا ينفع؟ طبعا ينفع جدا، اتفضلي، ربنا يخليهولك. فرح يوم الفرح. طب خلاص، هستناكي تكلميني يوم الفرح. عايزاكم بقى تدعوا له كلكم كده، وربنا يكمل له على خير ان شاء الله. ربنا يكمل له على خير ان شاء الله. كبير عموره باذن الله ما شاء الله،
وطبعا مدام المستقبل الانسه سلمى باذن الله. ان شاء الله على خير، الف الف مبروك وربنا يكمل كل الحبايب كده ان شاء الله. يا رب يا رب وتفرحي بيهم ان شاء الله باولادهم. حبيبتي قلبي الله يخليك، شكرا جدا ليك، الف سلام، مع السلامه. ناخد بقى كمان لبل تاني كده، خمس ورقات من الرقاق، يعني هي خمسة دي أو أربعة لو هو سميك شوية معقول قوي، بس عشان ده رقيق قوي فقلت هي خمسة إيه معقول، خليني خمسة وأربعة ما فرقتش ماشي، بس يعني يبقى فيها إيه رقاق باين طعم ماشي. استنى كده نبل في الشوربة، متكسريش إيه تقلتي خلاص. كان ولا كاني عملت حاجه. تمويه تمويه تمام. ادي كده هي برضو هتنزل كده لتحت، هديها بقى ايه اللحمه المعصجه. بصوا مع ذلك شوفوا شكلها ولا باين طبعا برغل ولا حاجه، حتى لو باين مفيش مشكله، بس هو مش باين. اللحمه الربع كيلو بقى بصوا عامل ازاي، نص كيلو او اكتر كمان من اللحمه المعصجه، فيها البرغل وفيها البصل وفيها الفلفل ما شاء الله يعني. عشان ايه ان شاء الله ما حدش يشيل هم رمضان معانا، هيبقى زي الفل ان شاء الله على خير. ماشي كده وامسك برضو تاني كده بقى اكمل الورق التاني من، حاضر انا خلصت خلاص كده اهو كده بسرعه عشان احط القشطه على الوش وخلاص على كده، مش هعمل اي حاجه. القشطه بتديها لون احمر جميل كده كانك عامله بشاميل عليها، مش رقاق بس، وبديها قرمشه حلوه جدا. طبعا كمان القشطه دي انا ممكن احطها على الخضار، يعني ممكن كده في الخضار تروحي عامله ايه حاطه قطع من القشطه كده عليها، برضو بتديها شكل حلو جدا. تمام كده واخر ورقه. شفت بقى كنتش مصدقين ان الصينيه تاخد 15 ورقه، خدتهم اهو بالظبط اهو. حاضر 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 قشطه، بس عشان احطها وادخلها الفرن. اوكي بس كده انا هحط قطع من القشطه كده عليها وهدخلها، كفايه لسه حط حاجه، هو معلقتين قشطه بس، معلقتين بس ما تقلقوش مش هحط كتير. خلاص بس كده هدخلها بقى الفرن.